ليبو سوداني ياو احنا باول شيء بنهربش اغنام، احنا قاعدين بندخل اغنام وبندخل ابقار بقر لنفك الحصار على الناس، يعني البقر لما بيجينا من اسرائيل بيجينا بضعف الثمن، بنجيبه من هنا من مصر لان لو معاه راتب 2000 شيكل و1500 شيكل بقدر شيء يضحي زي اللي معاه راتب ابو 4000 و5000، على هيك احنا بنجيب البقر من جوا والغنم من مصر بنخففه عن الناس وبندخل بقدر يضحوا ساعتها، اما لما بدي يجي من اسرائيل مش هنقدر نضحي. Yeah.